الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في باب ان الائمه عليهم الصلاه والسلام ورثوا علم النبي صلى الله عليه واله وعلم جميع الانبياء والاوصياء من قبله عليهم جميعا الصلاه والسلام الحديث الثاني من احاديث هذا الباب من كتاب الكافي الشريف عن ابي جعفر عليه السلام يعني الامام الجواد سلام الله عليه وهو ابو جعفر الثاني قال قال رسول الله صلى الله عليه واله إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله ابن آدم، وما من نبي مضى إلا وله وصي. وكان جميع الأنبياء مائة ألف نبي وعشرين ألف نبي، منهم خمسة أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. وصلى الله عليه واله وان علي بن ابي طالب كان هبه الله لمحمد ورث علم الاوصياء وعلم من كان قبله اما ان محمدا صلى الله عليه واله ورث علم من كان قبله من الانبياء والمرسلين على قائمه العرش مكتوب حمزه اسد الله واسد رسوله وسيد الشهداء وفي ذؤابة العرش علي امير المؤمنين فهذه حجتنا على من انكر حقنا وجحد ميراثنا وما منعنا من الكلام وامامنا اليقين فاي حجه تكون ابلغ من هذا صدق رسول الله وصدق الامام الجواد الامام الجواد في هذا الحديث يذكر مقطعا من كلام رسول الله صلى الله عليه واله ثم يستشهد بذلك الكلام بانهم عليهم الصلاه والسلام اولى الناس برسول الله لانهم ورثوا علم رسول الله صلى الله عليه واله في البدايه كلام الرسول هو انه الله سبحانه وتعالى حينما اختار ادم اول انسان هو حجه الله. بموت ادم لم ترفع الحجه، بل كان لادم وصي، وكان ذلك الوصي هو هبه الله شيث، لان الله سبحانه وتعالى رزق ادم في البدايه هابيل وقابيل هابيل كان مؤمنا وقابيل كان فاسقا كافرا فقتل قابيل هابيل واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك الى اخر الايه الشريفه بعد ذلك الله سبحانه وتعالى رزق ادم شيثا وسمي هبه الله لان الله وهبه لادم وجعله وصيا لادم من بعده وهكذا من بعد شيث الاوصياء استمرت الحجة فيهم بعض هؤلاء الأوصياء كانوا أئمة وبعضهم كانوا أنبياء وبعضهم جمعوا بين النبوة والإمامة بين نبي ووصي وهؤلاء الأنبياء الذي كان بعضهم وصيا لبعض آخر 124 ألف حسب ما يظهر من مستفيض الأحاديث 124 ألف نبي طبعا بين قوسين نذكر أنه الروايات دلت على أنه هناك أنبياء هم 124 ألف من هؤلاء الأنبياء ثمانية آلاف رسل يعني نبي ورسول أما سائرهم كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا من هؤلاء الثمانية آلاف رسل من ثمانية آلاف رسول أربعة آلاف منهم كانوا في بني إسرائيل وأربعة آلاف منهم في سائر الأقوام زين يعني بعض الأقوام كان فيهم رسل وبعضهم كان فيهم أوصياء الرسل أو رسل الرسل. الآية تقول: وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. الله كان يبعث رسُولًا مثلًا في منطقة. في المنطقة الثانية الحكمة كانت تقتضي أن يبعث رسولًا آخر. كان يبعث رسولًا آخر. الحكمة كانت تقتضي أن هذا الرسول الأول يرسل نذيرا يرسل وصيا كان يرسل لكن بالنتيجة جميع الأقوام كان فيهم نذر إما أنبياء ورسل وإما مبعوثون من قبل الأنبياء الرسل وأحيانا رسولان معا كموسى وهارون على كل حال من ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها الارض لا تخلو من من حجه وهذه حكمه الله سبحانه وتعالى في الارض من هؤلاء الرسل خمسه هم افضل الرسل وهم اولو العزم كما قال الله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ورسول الله محمد صلى الله عليه وآله من هم الأنبياء أولو العزم هؤلاء الذين كانت نبوتهم لشرق الأرض وغربها يعني الله سبحانه وتعالى أرسلهم للجميع الله أرسل نوح لكل من في الكرة الأرضية في زمانه جن هو نوح في بقعة في بابل في العراق مثلا لكن أوصياء نوح ورسل نوح ذهبوا إلى مختلف الأماكن إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى إبراهيم فنسخت شريعة نوح وإبراهيم عليه السلام هو في البداية كان وحده الله سبحانه وتعالى ارسله لكافة الناس، ورسل ابراهيم ايضا ذهبوا الى العالم، ثم نسخت شريعته بشريعة موسى، ثم نسخت شريعة موسى بشريعة عيسى، ثم نسخت شريعة عيسى بشريعة محمد صلى الله عليه واله، ارسله الله سبحانه وتعالى الى كافة الناس، اني رسول الله اليكم جميعا. فهؤلاء الأنبياء من أولي العزم أما سائر الأنبياء لم يكونوا من أولي العزم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة نسي بمعنى ترك حسب المشهور يعني ترك الأولى إذا الله سبحانه وتعالى جعل لآدم وصي وصيا هو هبة الله شيث ثم يبين الامام الجواد عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى لهذه الامه ايضا جعل ذلك، يعني وهب عليا سلام الله عليه لمحمد صلى الله عليه واله وجعله وصيا له. طبعا هذه الوصايه تحتاج الى قابليه ومن اهم الامور التي تجعل القابليه في الانسان العلم. لذا كما ذكرنا سابقا الله فضل ادم ادم على الملائكه بالعلم. وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يخشى الله من عباده العلماء اذا من اهم وسائل التفضيل العلم لذا الله سبحانه وتعالى فضل محمدا على سائر الناس صلى الله عليه واله وعلمه لذا جميع العلوم التي انزلها الله سبحانه وتعالى على الانبياء هذه العلوم علمها محمدا صلى الله عليه واله لذلك رسول الله محمد هو افضل من جميع الانبياء. ومن اسباب تفضيله انه اعلم من جميعهم، لانه ورث علمهم جميعا وزياده مما اوحاه الله سبحانه وتعالى اليه. هذه العلوم كلها اورثها رسول الله صلى الله عليه واله لعلي بن ابي طالب عليه السلام. انا مدينه العلم وعلي بابها. وحتى غير الشيعة في رواياتهم، هناك روايات متواترة تدل على أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان أعلم الصحابة، من جملة تلك الروايات ما رواه في صحيح مسلم الصحيح عندهم أقضانا علي، أقضاكم علي، ومعلوم أن القضاء يرتبط بكل المسائل الفقهية، المسائل القضائية، خلاف بين الناس في مختلف الأمور فإذا هو أقضاهم يعني أعلمهم في مسائل الشرع وأعلمهم في كيفية تطبيق واستخراج الحقوق وهناك روايات كثيرة فهذه العلوم أودعت عند أمير المؤمنين ومنه إلى سائر الأئمة زين حجة الأئمة على من خالفهم حجج كثيرة من جملة الحجج المعاجز الأئمة واحدا واحدا كانت لهم معاجز لكن هذه المعاجز لم تكن عادة بشكل عام يراها الجميع لأن المعجزة هي أمر استثنائي الله سبحانه وتعالى لإثبات صدق الأنبياء حلاهم بالمعاجز معاجز الأنبياء معاجز عامة الجميع يشوفوها لأن الأنبياء طريق إثبات صدقهم كان عادة عند عامة الناس منحصر بأن يروا معاجز الأنبياء. بالنسبة للأئمة الله سبحانه وتعالى حلاهم بهذه المعاجز، لكن هذه المعاجز كانوا يستفيدون منها في حالات استثنائية خاصة ولم تكن عامة. فأكثر الناس ما كانوا يطلعون عليها. لكن الذي اطلع على تلك المعاجز الحجة تكمل عليه. فلله الحجة البالغة. من حجج الأئمة عليهم الصلاة والسلام النص عليهم يعني رسول الله صلى الله عليه وآله نص على أمير المؤمنين علي عليه السلام في أحاديث كثيرة وهناك نصوص على الإمام الحسن والإمام الحسين وعلى سائر الأئمة نصوص خاصة ونصوص عامة لا تنطبق على غيرهم الأئمة من بعد إثنى عشر كلهم من قريش هذا حديث متواتر رواه الفريقان هذا الحديث لا ينطبق إلا على الأئمة الاثنى عشر من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بتفصيل سيأتي إن شاء الله لاحقا وكذلك نصوص خاصة فيهم ومن لطف الله سبحانه وتعالى أن هذه النصوص وصلت للمسلمين من مختلف الطرق ليس من طريق الشيعة حتى مثلا تنكر هذه الاحاديث، لا احاديث في اصح كتب غير الشيعه ايضا وردت. نعم هناك محاولات للتشكيك في السند، لكن هذه محاولات تبوء بالفشل. محاولات في التشكيك في الدلاله، لكن لان هذه الكلمات باللغه العربيه والناس يعرفون اللغه العربيه وخاصه المثقف المثقفون منهم فلذلك ايضا محاولة التشكيك في الدلالة لم تنجح كثيرا زين هذه من حججهم النص عليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن حججهم هو علمهم لأنه كانوا أعلم الناس في زمان الأئمة الإنسان كان يتمكن أن يعني يذهب إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام ويسألهم بالأسئلة المختلفة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان على منبر الكوفة ويقول سلوني قبل أن تفقدوني وما سئل أحد من الأئمة سؤالا وقال لا أدري لا يوجد هذا في تاريخهم بل كانوا يجيبون بالجواب الصحيح وإذا طرف المقابل يسأل الأدلة يستدلون بالقرآن وبالسنة المقبولة من رسول الله صلى الله عليه وآله لدى الطرف الآخر وهكذا هسه إحنا الآن في زمان 11 من الأئمة توفاهم الله سبحانه وتعالى والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف غائب لكن تراث الأئمة ولو قسم قليل منا وصلنا بس القسم الأكثر لم يصلنا لأن الظروف كانت صعبة في زمان الأئمة ظروف تقية كانت بعد الأئمة كثير من مكتبات علماء أهل البيت تم حرقها إزالتها ولكن مع ذلك وصلنا منهم أحاديث زين عندما تقيس كلامهم بكلام غيرهم تشوف أن هذا الكلام اعلى من كلام غيرهم مثلا ادعية الائمه عليهم الصلاة والسلام عندما تراها مضامين عالية بالفاظ جزله تكشف عن عمق علمهم احاديثهم في تفسير القران احاديثهم في بيان الشريعه في الاستدلالات المختلفه في محاججاتهم عندما تشوف هذه الاحاديث تكتشف انهم اعلم من غيرهم زين الاعلم من غيره هذا اولى بالولايه وبالامامه من الجاهل وان لا يصير تفضيل المفضول على الفاضل وهذا قبيح عقلا يجب تقديم الفاضل على المفضول كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى فضل ادم ولذا جعله خليفه اني جاعل في الارض خليفه والملائكه عندما استفسروا الله سبحانه وتعالى جاوبهم واجاب استفسارهم بتعليم ادم ما لا يعلمون فهو كان اولى بالخلافه في الارض من الملائكه وكذلك في الصحابة ومن بعد الصحابة الأعلم أولى من غير الأعلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا هذه من الحجج الباهرة لحق الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اذا واحد يشوف الحجج ولا يقبلها هاي المشكلة فيه مثل ما كانوا يروا كانوا يرون آيات الأنبياء ولا يؤمنون وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وبعضهم لا يؤمن بالآية ويقول إنها سحر إلى أن يلقى في نار جهنم فيقال له أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون هذا هم سحر سألان في جهنم أنت لا تحترق فعلمهم هذا من أقوى الحجج لهم هذا خلاصه هذا الحديث المقطع الاول من الحديث استشهاد بكلام الرسول صلى الله عليه واله وبقيه الحديث هو كلام الامام الجواد عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ان اول وصي كان على وجه الارض هبه الله ابن ادم ثم يقول الرسول وما من نبي مضى إلا وله وصي لأن الأرض لا تخلو من حجة حتى موسى عندما ذهب إلى الطور لأيام قلائل ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر أيام قلائل غاب عنهم وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وما من نبي مضى إلا وله وصي وكان جميع الأنبياء مئة ألف نبي وعشرين ألف نبي يعني مئة وعشرين ألف طبعا الأحاديث المستفيضة تدل على أن الأنبياء مئة وأربعة وعشرين ألف في هذا الحديث مئة وعشرين ولعله السبب في عدم ذكر الأربعة هو أنه في الأعداد الكثيرة يتعارف الاختصار يعني مثلا احنّا الآن هذا الكلام المتعارف بيننا إذا أكثر من النصف نلحقه بالعدد الأكبر، إذا أقل من النصف نلحقه بالعدد الأقل هذا التقريب يعني افرض 187 نقول 190 نلحقه بالعدد الأكبر لأنه أكثر من النصف إذا أفرض 181 نقول 180 هذا اختصار في الكلام منهم خمسة أولو العزم هذا كله كلام الرسول صلى الله عليه وآله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد في الحلقة الماضية تلونا هذا هذه الآية الشريفة التي تدل على الأنبياء من أولي العزم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك، نوح اول انبياء العزم محمد صلى الله عليه واله اخر انبياء العزم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. زين الى هنا ينتهي حديث الرسول صلى الله عليه واله. فيبدأ الإمام الجواد في بيان أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام في هذه الأمة هو وصي الرسول، وأن علي بن أبي طالب كان هبة الله لمحمد صلى الله عليه وآله، الله وهب علياً لمحمد وورث علم الأنبياء وعلم من كان قبله يعني أمير المؤمنين ورث علم الأنبياء. مو فقط الأنبياء، حتى غير الأنبياء. يعني الخِضْر مثلاً حسب ما يظهر من بعض الروايات لم يكن نبياً. طبعاً يظهر من الروايات أن خُضْر لا زال حياً. لم يكن نبياً، لكن كان له علم، بحيث أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى إليه ليتعلم من هل أتبعك على أن تعلمني تعلمني مما علمت رشدا زين ما كان نبي لكن له كان له علم لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة لم يكن نبيا لكن كان له علم الله آتاه الحكمة فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورث علم الأنبياء وغير الأنبياء بعد ذلك الامام الجواد يبين ان وراثته ان وراثه امير المؤمنين لهذه العلوم عن طريق رسول الله. اما ان محمدا صلى الله عليه واله ورث علم من كان قبله من الانبياء والمرسلين. زين. الامام الجواد هنا يذكر مطلبا. يقول على قائمه العرش مكتوب حمزه اسد الله واسد رسوله وسيد الشهداء وعلى ذؤابه العرش علي امير المؤمنين، علي امير المؤمنين. لعل المقصود من هذا المقطع بيان افضليه امير المؤمنين عليه السلام على اوصياء الانبياء السابقين. وعلى الشهداء. الشهداء منازلهم عظيمه. الاوصياء للانبياء منازلهم عظيمه لكن منزلة الائمه اعلى منهم لذلك اسم حمزه سيد الشهداء في معركه احد مكتوب على قائمه العرش لكن اسم امير المؤمنين علي بن ابي طالب مكتوب على ذؤابه العرش يعني على اعلى العرش هذا لبيان افضليته على حمزه حمزه مقامه عظيم جدا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه يعني حمزة وعبيدة ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله عبيدة استشهد في بدر وحمزة استشهد في أحد ومنهم من ينتظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما بدلوا تبديلا هؤلاء منزلتهم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى الشهداء منزلتهم عظيمة لكن الأئمة منزلتهم أعظم على كل حال هناك احتمالات اخرى في سبب ذكر هذا الكلام يعني الامام الجواد لماذا ذكر هذا الكلام هنا لا علينا بهذه الاحتمالات ثم الامام الجواد يقول فهذه يعني العلم فهذه حجتنا على من انكر حقنا يعني من حججنا او من اهم حججنا يمكن واحد يجي ينكر معاجزهم وليس من الصالح ان يرو كل احد معجزه زين واحد يجي ينكر النص عليهم كما يحدث في كثير من النواصب وغيرهم ينكرون النص، احاديث موجوده في الصحاح ينكرونها من اساسها. او ينكرون دلالتها. زين اما علم الائمه لا يتمكنون من انكاره، حتى اذا انكروا زين في زمان الائمه موجودين نروح اساله. اساله ما تشاء. وبعد الأئمة أنا إلى تراثهم لا يبقى مجال للإنكار فهذه حجتنا على من أنكر حق حقنا وجحد ميراثنا جحد ميراثهم المادي وميراثهم المعنوي لأنه جحد ميراثهم ما كان خاص في زمان أبي بكر حيث أن أبا بكر منع فاطمة عليه الصلاة والسلام ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله السلاطين الذين جاءوا من بعد سلاطين بني أمية بني عباس وغيرهم هؤلاء أيضا كانوا يجحدون إرثهم زين نقول لهم كيف يمكن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله لا يعلمون الحكم اللي هو يرتبط بهم أصلا لا يرتبط بسائر الناس فاطمة لا تعلم انها لا ترث من الرسول وابو بكر يعلم. علي بن ابي طالب لا يعلم ان فاطمة لا ترث من الرسول وغيره يعلم. اليس الرسول صلى الله عليه واله ارسل للتبليغ زين حكم خاص باهله انتم لا ترثون مني اذا هذا الحكم كان موجود كيف لم يبلغه لهم؟ كان يبلغ فاطمه سلام الله عليها، كان يبلغ عليا عليه السلام يبلغ انه انا لا ارث ارثي يكون صدقه للمسلمين، لم يبلغهم والرسول ارسل للتبليغ، الايه الشريفه تقول قوا انفسكم واهليكم نارا، الايه تقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه أمهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله، ارحام الرسول اولى بالرسول من غيره زين ما يبلغهم هذا الحكم هذا هذا يعقل يعني الرسول الذي امر لتبليغ الاحكام للناس وبلغها للعبيد والنساء والاطفال وبلغ الجميع حكم خاص باهله ما يبلغ لهم هذا غير معقول هذا الطعن في الرسول صلى الله عليه واله انه لم يؤد لم يبلغ مع ان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم, إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس زين فالأئمة عليهم الصلاة والسلام يعلمون ما لا يعلمه غيرهم فلم يكن من الأحكام أن فاطمة لا ترث لذا الأئمة أنكروا هذا الحكم أمير المؤمنين أنكر هذا الأمر فاطمة سلام الله عليه أنكرت هذا الأمر فهذه حجة على من منعهم ميراثهم. يقول فهذه حجتنا على من انكر حقنا وجحد ميراثنا وما منعنا من الكلام. صحيح جحدوا حقهم صحيح انكروا ميراثهم لكن لم يتك... لم يتمكنوا من تكميم الافواه بالنتيجه تكلموا وهذا الكلام وصل والحجه تمت على الناس في جميع الازمنه. وما منعنا من الكلام بينا الحق. وامامنا اليقين، اليقين الموت يعني واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فاي حجه تكون ابلغ من هذا من العلم اي حجه ابلغ منها نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لاتباعهم والتعلم من علومهم، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين